هل الله يكشف الحجاب عن جميع الثقلين ويراه جميعهم مؤمنهم وكافرهم؟ الذي صح وثبت أن المؤمنين يرونه في الجنة وأن الله يتجلى لهم في الجنة. اختلفوا هل يرى في عرصات القيامة، هل يرى في عرصات القيامة ويراه الكفار والمسلمون؟ فيه من يقول هذا، وأظن الشيخ تقي الدين في الواسطية ذكر هذا، ذكر أنه يرى في عرصات القيامة، والعرصات معناها الساحات التي يجتمع فيها الناس، ويرى في الجنة. ففي عرصات القيامة يراه الناس كلهم، لكن رؤية الكفار له ليست رؤية نعيم، ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية توبيخ وعتاب لهم. نعم.